مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا الموجز الإخباري من القدس دوت كوم في لندن. مصادر مطلعة تقول للقدس إن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أكد للرئيس محمود عباس أنه يرغب بحكومة تضم ممثلين عن الصف الأول لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها فتح إذا ما أريد له البقاء على رأس الحكومة الفلسطينية. وعلمت القدس أن سبب خطوة فياض هي تقديرات بأن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر على منح فلسطين صفة دولة مراقبة قد تقابله الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بإجراءات انتقامية تشمل وقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. الرئيس عباس يقول في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية إنه مستعد للعودة إلى المفاوضات وإنه ما دام رئيسا فلن يقبل باندلاع انتفاضة ثالثة. وأضاف: نحن لا نريد أن نستخدم الإرهاب، بل نريد استخدام السياسة والدبلوماسية والمفاوضات في النضال من أجل حقوقنا. وقال الرئيس أيضا: أنا لاجئ فلسطيني من صفد وأعتقد أنني لن أعود إلى هناك مرة أخرى. نحن نريد دولة فلسطينية على حدود 1967 جنبا إلى جنب مع إسرائيل. الناشط الفلسطيني المعني بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي إبراهيم برناط يقضي أول ساعات عيد الأضحى المبارك موقوفا في أحد مراكز الشرطة الفرنسية في باريس بعدما اختطف وتعرض للتحقيق من قبل ضباط من الاستخبارات الإسرائيلية بحضور أفراد من الشرطة والاستخبارات الفرنسية. وكان برناط في زيارة فرنسا بدعوة رسمية من منظمات وفعاليات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني للتعريف بنضالات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وحشد الدعم للقضية الفلسطينية. مبادرة صينية من 4 نقاط تتجاهل الأسد تتناول المرحلة الانتقالية واستمرارية مؤسسات الحكومة، وتقضي المبادرة بوقف القتال وتعيين كل الأطراف مفاوضين عنها ومساعدة الممثل العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي على صياغة خريطة طريق للانتقال السياسي وتنفيذ خطة سلفه كوفي أنان المكونة من 6 نقاط واتخاذ الأطراف المعنية خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا. أطباء مصر العاملون في قطاع الرعاية الصحية المتداعي يستأنفون إضرابا جزئيا عن العمل مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم ويهددون بتقديم استقالات جماعية ما لم تلب مطالبهم. ومع دخول الإضراب أسبوعه الرابع واقترابه من أن يصبح أحد أطول إضرابات الأطباء في التاريخ المصري، رفع المشاركون فيه لافتات قرب وزارة الصحة تطالب بحياة كريمة. أخيرا في هذا الموجز، السياحة إلى اليونان تسجل خلال شهري تموز وآب يوليو وأغسطس الماضيين رقما عوض جزئيا خسائر شهر أيار مايو عندما تسببت الأزمة السياسية النقدية في انهيار الحجوزات. ويقول رئيس اتحاد غرفة الفنادق إن أعداد السياح اقتربت من تحطيم الرقم القياسي للبلاد الذي حققته العام الماضي وهو 16.5 مليون سائح، لكن أرباح الفنادق انخفضت بنسب تتراوح بين 10 إلى 12% بالنظر إلى تقديم فنادق كثيرة غرفها بأسعار أقل بكثير لجذب زوار اللحظات الأخيرة إلى شواطئ اليونان المشمسة. ومن المتوقع يبلغ عدد زوار اليونان بنهاية العام الجاري نحو 16 مليون سائح. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.